السلام عليكم، أنا اسمي كريم أشرف حفني، عندي 10 سنين. أنا عملت برنامج سهل للأطفال علشان نعرف نحسب مصروفنا كل يوم، فلوس قد إيه ودفعنا، فلوس قد إيه وحوشنا، فلوس قد إيه. البرنامج اسمه Daily Expenses Monitor. تعالوا دلوقتي أشرح لكم بتعمل إزاي. أول حاجة هنحط هاش، الهاش دي بنستخدمها عشان لو الكمبيوتر عايز أنا عايز الكمبيوتر مشوش اللي أنا هكتبه. بعد كده هكتب daily expenses monitor. بعد كده هعمل انتر، وبعد كده اكتب بوكيت موني. بعد كده ادوس انتر واكتب الفاريبل بتاعي اللي هو الاكس. بعد كده ادوس ايكون، بعد كده اكتب فلوت. لازم نكتب فلوت عشان اليوزر يعرف يكتب انتجر او فلوت او اللي هو عايزه. وبعد كده نعمل انبوت، وبعد كده هعمل شيفت وقوسين، وبعد كده اعمل كده تاني واكتب enter the amount of your pocket money. بعد كده احط quotations، و quotations دي لازم نحطها في كل string. بعد كده في القوس، بعد كده هعمل enter واحط هاش واكتب daily expenses. بعد كده نعمل انتر ونكتب ال variable y. بعد كده نعمل equal ونكتب float تاني. بعد كده نحط قوس ونكتب input، وبعد كده هنحط قوس تاني واكتب amount of money spent on food. في القوس نحط quotations. بعد كده ال variable التاني اللي هو z equal. بعد كده نكتب float. بعد كده هنعمل كده تاني ونكتب input، وبعد كده نحط تاني ونكتب amount
of money spent on transport. وأحط quotation بعد كده في الكوس بعد كده أحط كوس تاني بعد كده في الكوس أحط تاني وفي pocket money برضه أحط تاني بعد كده اعمل انتر واكتب w equal بعد كده اكتب float بعد كده هعمل cos واكتب input بعد كده اعمل cos تاني بعد كده احط quotations واكتب amount of money spent amount of the amount of other sorry spendings بعد كده نقفل قوسين قفلت القوسين بعد كده اعمل انتر واكتب واحط هاشتاج واكتب operations بعد كده هكتب v equal y plus z plus w وبعد كده اعمل انتر تاني واكتب ج بعد كده ندوس ايكوال بعد كده اعمل اكس ماينس في بعد كده اعمل انتر بعد كده اكتب برينت نسيت الهاشتاج بس نحط هاشتاج بس اعمل بس اعمل هنا backspace print the output بعد كده اعمل enter بعد كده اعمل print بعد كده اعمل كوسين وكوتيشن واكتب print total spendings وبعد كده اعمل equal بعد كده اعمل بعد quotation كوما بعد كده اعمل
شيفت واعمل قوسين واكتب في، بعد كده اعمل انتر واكتب برينت شيفت، بعد كده اكتب، انا احط كوتيشن الاول، بعد كده اكتب سيفينجز، بعد كده اعمل ايكوال، بعد كده اعمل بدل كومة، بعمل بعديها كومة واعمل قوسين واكتب جي، انتر بوكت ماني مثلا، بوكت ماني 50، بعد كده الماني اوف فود اكتب مثلا 20، وبعد كده الترانسبورت مثلا اكتب 13، بعد كده يقول لي الاماونت اوف اوزر سبيندينج اكتب 8، بعد كده هو savings total spendings equal 41.0 و savings equal 9.0. يا رب يكون البرنامج عجبكم وشكرا.